على بركة الله وحفظه. الشوط الثامن عشر المخصص لانطلاقة القعدان، هكذا نسير مع هذه الأسماء الحاضرة، الأسماء المنطلقة المعبرة عن انطلاقة هذا الشوط ضمن هذا المهرجان الكبير، مهرجان جائزة زايد الكبرى. هكذا نسير إلى المقدمة ونذهب إلى المركز الأول على مقدمة الشوط وعلى الصدارة. من أعلن الحضور على المركز الأول ياتينا مصيحان سعيد بن سهيل بن هاشل العامري الذي يقدم هذا الاسم، بينما في المركز الثاني التقدم بدأ من صايب، صايب خميس بن سالم بن خميس الشامسي يقدم لنا صايب على المركز الثاني. المركز الثالث هناك القادم في هذا الانطلاق وفي هذا الحضور، هنا المتسلل بكل قوة ألا وهو الفارس علي بن مبارك بالقرين العامري الذي يحتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع القادم في هذا الانطلاق ياتينا بكل قوة ليث سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين الاكتبي يقدم لنا ليث، بينما في المركز الرابع هناك القادم بكل قوة المتقدم القادم متباهي سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي يقدم لنا متباهي على المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم في هذا الانطلاق، هناك الوصول في هذه اللحظات، الانطلاق القادم في هذه اللحظات، الوصول، الأسماء الحاضرة بكل قوة يتقدم بكل قوة. نشوان عوض بن مبارك بن سعيد المهيري يقدم لنا نشوان، وأيضا أرى المتسلل بكل قوة في هذا الانطلاق ياتينا مع هذه اللحظات. هناك الوصول بانطلاقة وتواجد للصيفر سالم بن سعيد بن سليم الدرعي يقدم للصيفر هذه الأسماء القوية، هنا نتابعها من خلال هذه اللحظات. الكل حاضر، الكل هنا يقدم كل ما عنده في هذه الانطلاقات المتميزة. أرى هذا السيل القارف من هذه الأسماء، ولكن عودة إلى شعار بن هاشل الذي يتحكم بزمام الأمور بانطلاقة مصيحان سعيد بن سهيل بن هاشل العامري، ولكن يتسلل هنا على المركز الأول من غير إلى الصدارة. على المركز الأول يتقدم في هذا الانطلاق مصرع عبد الله بن حسن بن أحمد المرزوقي الذي يقدم مصرع، بينما في المركز الثاني المنافسة القادمة المنافسة المثيرة من شاهين محمد بن حماد بن سالم الاكتبي يقدم هذا الاسم. الثالث هنا الوصول في هذا الانطلاق من مصيحان سعيد بن سهيل بن هاشل، والرابع الرابع الانطلاق هناك والقادم بكل قوة شديد محمد بن عبد الله بن سعيد بن يروان الشامسي الذي ياتينا بهذا الأداء الجميل، وهناك القادم بكل قوة ألا وهو طواش مبارك بن مظفر بن محمد العامري يقدم لنا طواش، ولكن المقدمة الصدارة تحمل لنا انطلاقة وتحديات مصرع عبد الله بن حسن المرزوقي، ولكن الصدارة المقدمة بهذا الاسم مع شاهين محمد بن حماد بن سالم الاكتبي، الاكتبي مع الصدارة بن حماد. وأيضا نرى القادم هناك، القادم في هذه اللحظات مستحيل محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن المقدمة الصدارة مع مصرح عبد الله بن حسن بن أحمد المرزوقي. المرزوقي يطير يقلع مع الأمتار الأخيرة عبد الله بن حسن بن أحمد المرزوقي، تهانينا والناموس لمالك مصرح عبد الله بن حسن المرزوقي. المركز الثاني محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وثالثا يذهب إلى شاهين محمد بن حماد بن سالم الاكتبي، بينما في المركز الرابع، المركز الرابع يذهب إلى انطلاقة وتواجد، هناك طواش مبارك بن ظفر بن محمد العامري، بينما في المركز الخامس
المركز الخامس يذهب إلى انطلاقة وتواجد الحزم محمد بن طبازة بن الدودة بن علي العامري. شوط مميز تهانينا والناموس على هذا الفوز إلى مالك مصرح عبد الله بن حسن بن أحمد المرزوقي. مشكور يا المرزوقي على هذا الأداء الجميل الذي قدم مصرح وأثناء وصوله إلى خط النهاية ليعانق الفوز ليعانق الانتصار بالمركز الأول، حيث سجل توقيتا وقدره 5 دقائق. هنا 5 دقائق وهنا الثواني المسجلة في هذا الشوط 51 ثانية، 5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمالك مصرح عبد الله بن حسن بن أحمد المرزوقي. بينما في المركز الثاني يذهب إلى انطلاقة شعار المجازف على ظهر مستحيل محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. 5 دقائق 52 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. بينما في المركز الثالث يذهب إلى انطلاقة وتواجد شاهين محمد بن حماد بن سالم الكتبي ليسجل 5 دقائق 52 ثانية، 3 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.